آخر فرصة للحوار والنقاش. أولا شكر للفرصة، وأنا ما أعرف جماعة السلفيين أيام الفات إنغتو ما تدنوا بأسعار البترول في السعودية أو في أوبك بالتحديد. بالطريقة أو بآخر أنا داري أكلم معكم كلام عشان يستفيدوا فوق الطلبة، لأنه أصلا أنتوا واحد من اثنين، هل أنتوا جايين عشان ترقموا الطلبة ويخافوا منكم ويكتبوا لكم مذكرات، ولا دايرين عشان شغل ده تعمل للحوار والنقاش تستفيدوا مننا ولينا نستفيد منكم؟ كويس. الواحد حتى اللحظة المتحدث الأخير أنا كلامي ده كله بتركز عليه كثير، لأن أصلا زول ده عنده مشكلة في أسلوب بتاعة الدعوة ذاته، مشكلة كلب ومشكلة شماسة ومشكلة شنو ما أعرف، ده ما أسلوب بتاع الدعوة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعو إلى ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كويس. واحد. حاجة تانية، الله قال ولو كنت فزا غليظ القلب لم فدوا من حولك. كلام ده أنت ما شايل ولا شنو. حاجة تانية، أنا ما أعرف الكلام الكثير بكلم الدين الإسلامي ده حقك أنت والحقاتنا كله. أنت تجي عشان تقدم لناس ترحب بيتك والمحاسن بتاع الدين، ولا عشان تجي تفدى ناس؟ كويس. حاجة تانية، ما أعرف عندك تعلق بالسعودية كثير، وأهم ما أعرف حتى الدعاء باعتباره هو وتأم الملك، مش أنت عارف السعودية بتاعك ده مجرد عميل بتاع أمريكا. كويس معك بواضح كده. أمريكا ده السعودية بتاعك ده قوة بتاعك، ما عندك حول ولا قوة إلا بقوة بتاع أمريكا. أنت رأيك شنو يا سلف؟ كويس معك. حاجة تانية، أنا ما أعرف حتى اللحظة تقديراتي الشخصية السعودية ده مغرور زي غرور بتاع السلفيين ده. كويس معك. السعودية ده مشكلة بتاعت الهوثيين، مشكلة قال عمل استوب ما أصلا فشلت. كويس معك. السعودية ده فشل في هزيمة بتاع الهوثيين، السعودية ده فشل لأنه عمل كان داري يخش في سوريا تدخل بري وخاف ماله، ما كان تمشي تخش. حاجة تاني، مشكلة داعش وما داعش، انت يا سلفي انا حسب تقديراتي انت ذات حسب تصريحاتك انت ذات جهادي وتكفيري. كويس معك. كلام حسب كلام، والكلام هو المتحدث الاخير قالوا لينا لما نجي السلطة اول نبدأ برتم بتاع القبور والقبب، مش كويس معك. نفس الكلام دي كان بدو انصار الدين والشريعه في المالي. كويس معك. دقوا القبور وشنو ما عارف باربع ماسوره. انت لما تجي ودائره عشان تصلح المجتمع بالضروره اولا تكون عندك ترحي بتاعك وين؟ انت حمك ده كله دائره عشان تدمر المجتمعات وشنو ما عارف. كويس معك. صوفيه انصار السنه زول ما يزول. حاجة تاني، عندك مشكلة كبير وقصبلات كتير بتاعكم، مشكلة دولة إسلامية وما أعرف السعودية ماشية قدام. أنا حسب تقديراتي إذا كان ماشية قدام سين ده ما دولة مشرقة عديل. كويس معك. اليوم ده ماشي طوالي. كويس. أمريكا ده دولة حتى اللحظة أنا حسب تقديراتي دولة غالبية بتاعهم مسيحيين، لكن عملت دولة بتاع مواطنة، ما دولة بتاع مسلمين ولا دولة بتاع مسيحيين، لا انت مجرد مواطن تلقى فول رايتس. كويس معك. حاجة تاني برضو نكون فوق واضحين شديد، وانا بتمنى الشباب بتاع الداخلية ده يكونوا واعيين. كويس معك. انت اصلا يا شاب قاعد تخاطب عقول بتاع طلبة جامعة الخرطوم. كويس معك. الدين ده انت ما حقك برك. كويس معك. ولا عندك حق شان تلين انا ملحد ولا ما اعرف خارج المله، انت منو ذاته؟ انا حسب تقديراتي انت مجرد مترف. كويس معك. مجرد مترف
وما اعرف حتى اللحظه نازل داعش والاخرين. انا حسب تقديراتي نازل واضحين ورؤيه بدون واضح، لكن ده اليوم ده اذا كان السعوديه قال انا ما داعش، انت مجرد تابع للسعوديه تعمل شنو؟ واحد. حاجه الثاني، عندك مشكله ما اخوان المسلمين وكيزان والشعبين، مش اخوان المسلمين برأسهم الكيزان ده رأسهم بشير، كويس معك؟ رأسهم بشير، بشير مش تعرف يا شباب؟ بشة ده، كويس معك؟ دول ده اخوان المسلمين، كويس معك؟ انت حسب تقديراتك ما دام خروج عن حاكم لا يجوز، ما ممكن تكلم عن اخوان المسلمين، كويس معك؟ ولا انت اخوان المسلمين ده عندك مشكله معه وبشة شرير يعني، كويس معك؟ بالضروره تكون عندك رؤيه واضح، والا شغل بتاع مناكفات وما اعرف هنا فزنا، كويس؟ في حاجه اخير ولا قبل اخير برضو داير اتكلم عنده كثير. نواصل، كويس كويس معك. حاجه الثاني، مشكله بتاعت الحريات وحقوق. اذا كان مجرد زول قال يا اخي انا مظلوم، داني اعتبار زول ده سفي وزول ده متخلف وكده، الدوله دي حتى دوله الرسول ده دوله بيبني الحقوق والواجبات. هل انت يا شهاب قريت هندسه ولا قريت طب؟ يا اخي امشي عمليه كورسات في حقوق الانسان، في قانون شويه عشان تعرف ثقافه بتاع المجتمع المدني الحديث، كويس معك؟ بالضروره تكون عندك رؤيه واضح عشان تجي تعمل لنا منابر في جامعة الخرطوم، لأن أنت أصلا ما قاعد فيه إلا عشان نازل كله بسطة. حاجة الثانية كويس؟ أنا داير عشان استفيدوا يا شباب، يا سلفي، يا ما مشكلة، أنا داير استفيدوا، كويس معك؟ أنا أصلا حسب تقديراتي رأي بتاعي صح قابل للخطأ، والرأي زول ده خطأ في وجه نظري وقابل للتصحيح، كويس؟ انا لما نجي نكلم ان اصلا دايرين عشان نناقشوا قضايا بموضوعيه ما داير اصلا العاطفه كثير، الله اكبر، كويس معك؟ انا معك، كويس معك؟ لكن بالضروره كويس كويس معك. حاجه ثانيه، ناس قالوا الدوله بتاعهم ماشي قدام وهم ماشيين، كويس معك؟ حتى اللحظة الدولة بتاعك الجاي فوق ده، أنا داير يا أخي الوضع بتاع زول الثاني ده هيكون شنو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الدولة بتاع مدينة ده، هل كان عمل إبادة للمشركين ولا لإسمه ده؟ لا، نحن دايرين الفهم في الدين ذاته بطريقة صحيح. ما تجي تقول لنا يا أخي فهم الدين أو فهم الدين بفهم سلف الأمة، مش حتى الأمة السلف الأمة ذاته عنده كان فوقه خلاف في فهم بتاعت النصوص. انا وانت واخوان المسلمين وكوس كله مرات كده ممكن نتفقوا باعتبار ديننا، لكن اي زول عنده وجه نظر في فهم بتاعت او تاويل بتاعت الايات، مجرد زول ده اول الايات ما ممكن تقول له زول ده كفر، كويس معك؟ لكن انت حتى اللحظه عندك مشكله ما قدرت تخطر رؤيه بتاعك واضح للحاكم الظالم، كويس معك؟ الحاكم الظالم اليوم ده بشير، ما في زول بيختلف معه، الزول ده مجرم، زول ده ظالم. رايك شنو انت ورؤيه بتاعك؟ لان اصلا نينا في الدين ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فده من حقه، انت جابك جنود، انت جابك جنود الفا عشان تجي تقول للناس كبروا وما تكبروا. لا جزاك الله خير. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت شنو؟ عظيم. فهمت؟ عيب؟ فهمت؟ طيب. قال اما مشكله كلب وشماسه وكذا وكذا، واستدل بايات، كويس ذاته العلمانيين بدوا يتحسن، ده علماني محسن، فهمت؟ علماني بيستدل بايات. ربنا سبحانه وتعالى قال واتل عليهم في سورة الأعراف، أجيب أوريك كلب دي جاية من وين، ولسه الحمار الدليل بتاعي يصدق بعد شوي. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف واتل عليهم ما شنو؟
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ربنا قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل منو. الآية دي كيف؟ الآية دي كيف؟ نمسحها؟ الآية نمسحها ولا كيف؟ ما تخليك صريح، انت ما تعمل المشكلة معينا، المشكلة معينا لأنه كلبي دي ما قلت أنا. وأما الحمار الطلبة كلهم بيحفظوا، كمان انت ما بتلعب على عقول الطلبة الحمد لله. ربنا قال في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنو؟ الحمار يحمل أسفارا. بعدين نزل ده داير يعني داير يعني كأنه داير يلعب على عقول الناس، وأنا اللي بتكلم ده بنبس في الطلبة، انتوا يا حمير وانتوا يا كلاب. أنا ما بتكلم عن الطلبة، لكن أنا بتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. زول أداه أمانة ها، فترك هذه الأمانة وانقلب على عقبه تنزل فيه هذه الأمثال. المثل الأول بتاع فمثله كمثل الكلب، ده رجل كما قال أهل التفسير ربنا علموا الاسم الأعظم، علموا الاسم الأعظم، فاتبع هواه وترك ما أمره الله، فهذا مثاله إلى يوم القيامة ومن عمل عمله. لأن العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا شنو بخصوص السبب. أما برضو مثل الحمار، اليهود ربنا سبحانه وتعالى وأهل الكتاب حملهم أن يبلغوا هذا الدين وأن يتمسكوا به وأن يقوموا به حق القيام، فتركوا القيام به، فكان مثلهم كمثل شنو؟ الحمار يحمل أسفارة. الحمار يحمل أسفارة كيف؟ يعني عنده في ظهره اللي بيصلحه، أو هو شايل العلم في ظهره وما بينتفع به. فهمت؟ طيب قال هل أنتوا جايين حوار ولا ترهبوا الطلبة؟ والطلبة إحنا لو بنرهبهم كان بيقعدوا كده، بس المين قبل شغال يرهب الناس منه ذاته. انت ضفير ولا بختلف معك يا اخي، لما تختلف معي ذاته ما بتختلف معي كده، ارهاب تاني الكلام ده كده. طيب قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذين اليوم قاعدين انت يا اخواننا، اي انفضيت وما انفضيت، فهمت؟ بعدين غليظ القلب، القلب جوه هنا، انت شفت القلب كيف؟ من الذي جعلك حكما على قلبي ايها الفتى؟ يا اخي ما تقعد تعمل ليه فوق شاشة كابور ولا. طيب قال عندك تعلق بالسعودية. اي عندي تعلق بالسعودية لانه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولانه فيها الصحابة رضي الله عنه، ولانه الدين جانا من السعودية، لا جانا من امريكا، ولا جانا من اسرائيل، ولا جانا من الصين. الصين دي جاك منها الشبشب والفنيلة والبتاع والحاجات، لكن ما جاك منها الدين. طيب نرجع لقدام. قال السعودية مغرورين بانفسهم. معلش انت كأنك بتنزل في نفسك ايات، كما قال الله عز وجل اذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا غر هؤلاء دينهم. كلامك ده حق المنافقين، ده الناس عندهم عزة بالتوحيد. نحن التوحيد ده ناس وطب نموت فوقه، نتفجخ نطير، دارين التوحيد. انت الحاصل دارين الدين، دارين الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره. ولو كنا ما ماشيين ذاته، فهمت؟ ولو كنا لابسين مرايل بس، فهمت؟ نحن بنعتز بديننا، ده ديننا ونحن بنعتز به ونفرح به ونفخر ونحمد الله على هذه النعمة، أن جعلنا في خير أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا خير الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تروح أمريكا ويروح اليهود وتروح القروش كلهم يروح. بعدين أرجع لك لمسألة قال الصين عندهم قروش وأمريكا عندهم قروش، وتقول السعودية أفشل. أفشل في شنو؟ ما قدر يقول أفشل في شنو. آخر نديك بشغل بتاع اقتصاد بس، فهمت؟ آخر أزمة اقتصادية تحت التضخم، عارفة؟ أمشي أقرأ اقتصاد، قال أمشي أقرأ قانون، فهمت؟ أنت أمشي أقرأ دين كذا، خليك من ده كله كويس. آخر مشكلة التضخم، أمريكا فوقها، السويد فوقها، السويد أغنى 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 من أغنى البلاد في العالم، كلهم ده حصلت لهم شنو؟ واليونان مش جابوا سياسة التغشف؟ ولا سياسة التغشف دي كانت شنو؟ انت زول ما متابع ولا الحاصل شنو؟ فهمت؟ فإلا السعودية لما جاء آخر ميزانية للملك الراحل عبد الله الله يرحمه، كان الفائض بتاعهم 1,300,000,000,000 ريال سعودي، فهمت؟ ده الفائض كفة وبقى زايد، فهمت؟ انت هنا الكلب بتاعك عشان هو ولا يتكي في الحيطة دارت كورك هناك. طيب قال
يا اخي انت لا ما احترمت عقل الطلبه. انا من قبل جايب لهم كتب، تكلم في زول بجيب كتاب، تكلم في اي بني ادم بدي. انت ذاتك انت كده عندك شنو؟ شيت انت تابع وين ذاته؟ ميدين بتاع وين انت؟ انت في الصين ولا الحاصي شنو؟ يا اخواننا زول يكون عنده فهم. نحن يا اخي اسمع، دار تفهمنا نحن، امشي راجع كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، الايه ذكرتها قبل، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. صحيح هذه في حق الحاكم، والواجب على كل حاكم ان يحكم بما انزل الله وان يعدل بين الناس. هذه امور ما اختلف فيها الناس، لكن لما تحصل المشكله وان ياخذ منك الحاكم حقك، ما هو واجبك تجاه هذا الحاكم؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما دام مسلم، ما دام مسلم وان ظالم وان جلد ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع لبتين لبتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثره، والاثره هي اخذ اموال الناس وهم اولى بها. قال انكم سترون بعدي اثره وامور تنكرونها. قالوا فما تامرنا يا رسول الله؟ قال شنو؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تموت وانت تلقى الله سبحانه وتعالى ببيعه في عنق حاكم مسلم الى ان يموت. يا اخي هذا خليك من مسلم وما مسلم، لو كافر عديل خليك من الظلم، كافر مره واحد قال الغرام ما نافع، كفر بالله، طوالب تخرج انت كده بتكون اسوا من داعش ذاته بفكرك ده، انت اسوا من داعش، فهمت؟ لو كفر عديل طوالب تمرق بتبقى زي ناس سوريا وزي ناس ليبيا وزي ناس غيرهم وزي ناس غيرهم، كفر كفر وكفر كفر، والناس مرقوا. وفي النهاية اتخيل السوريين بيقوا يشحدوا فينا نحن السودانيين، والله لو لم يكن في الخروج على الحكام من غير حجة السلف، لو لم يكن فيها إلا هذا الخزي لكفى بها واعظا للناس. سوري يجي يشحدنا نحن كويس؟ أنا قال ما تكورك فينا ساكت يا طيب. قال طيب، قال لو السعودية قالت نحن مع داعش انت رأيك شنو؟ يا زلمة نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن قلنا لك نحن يا أخي اسمع الناس يا أخواننا تفهم يا أخي، نحن بنقول لك مع ناس لأنهم ديل طبقوا نموذج، ربنا يوفقهم، ما قلنا لك ناس 100% لكن ربنا يوفقهم كويس. الناس اللي عملوا ده نشكرهم عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتهم، ونسأل الله يعينهم. ونحن بنقول لك ده نموذج، وانت الآن خشيت هنا وكل نبز وكل كلام مصطلحات جايبة وما فاهمها، وفي النهاية ما قدرت تمرق لك بحاجة واحدة، بحاجة واحدة. يا أخي أنا مرجعتي عشان تفهم، عشان أقدر أناقشك بها وتناقشني بها، أنا مرجعتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهمت؟ قال ما تقول لي فهم السلف، قال 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 قال, قال ما تقول فهم سلف الأمة، أنا والكوز والأخوان المسلمين مختلفين. يا أخي السلف هم الأخوان المسلمين والسلف الكوز؟ يخلم أن نقول لك سلف معناه الصحابة والتابعين والأئمة المشوا على منهجهم، ديل السلف. لأن السلف في اللغة هو من تقدم ومن سبقك من آبائك، ده السلف في اللغة، فهمت؟ فنحن سلفنا اللي بنتكلم عنهم هم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم والتابعين والأئمة المرضيين، ديل نحن سلفنا وديل اللي بنتبعهم. والمرق الصوفية والمرق الأخوان المسلمين والمرق بتاع داعش إنه بيفهم القرآن والسنة بيفهمه. وقعدتك الأخيرة لما جاء وقفت جنبه قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. الآن رأيك شنو يا أخواننا؟ كده رأيكم كلكم لو جو ناس داعش هنا بتفجيراتهم ومشاكلهم، هل الناس ديل نقدم لهم حجة إذا ما رجعوا نطبق فيهم حد الله، ولا رأيهم خطأ يحتمل الصواب ورأينا صواب يحتمل الخطأ؟ إذا كان حجتك دي صحيحة، النجرة بتاعتك المترسة من المستغلين دي لو كانت صحيحة، أي زول بيجيب تجي تزال بتاع داعش، ما لك بتاع داعش بتضرب الناس؟ والله يقول لك قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب، يشيل سيفه ويقتلك، فهمت؟ القاضي يجي يقول يا أخواننا حكمنا على بتاع داعش بالقتل، لأنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول لي القاضي قولي صواب يحتمل الخطأ
وقولك خطأ يحتمل الصواب. كذلك تجينا جماعة بوكو حرام ناس ما أعرف لك شنو كده أرناني ديلك أرناني ديلك بيكفروا أرناني معناه كفار يعني يقول لك كده أيوة علمانية أرناني ديموكراسي أرناني باللغة النيجيرية يعني. فهمت؟ ديل ذاتهم يجي يطعنوك ويقتلوك يقول لك طبعا فهمنا شنو صواب يحتمل الخطأ وفهمك خطأ يحتمل الصواب. هذه حلو بايات مشكلة دي والله يفتى ما تحل لك مشكلتها يا ناس. الناس بتتكلم كيف انت عارف فهمك اللي بتقول فوق ده انت بتأصل لتفرق الأمة. هل انت داير انت خلاصة قاعدتك دي الأخ المسلم يبقى على كلامه وانت تبقى على كلامك وأنصار صن على كلامه ويزول على كلامه؟ لا. ربنا قال فإن تنازعتم في شيء ما وقولك صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. ربنا قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو أنت قعدت تتململ من النصوص دي وما عجبك كويس وتعرق لما نقرأ لك معناه أنت بتأخذ ببعض القرآن الآيات في الحكمة والآيات في ولو كنت فظا غريب القلب وبعد أنت ما فاهمها غلط وما بتأخذ الآيات اللي بتأمرك أن ترجع ما أشكل عليك من أمور دينك ودنياك إلى شنو؟ إلى القرآن والسنة. ده الحل بتاعنا. بيجيك الأخ المسلم بيقول لك ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب ده الحاكم عرفناه كافر، أنا مشكلتي شنو؟ والذين كفروا بربهم يعدلون. فهمت؟ ألم ترى إلى الذي بنزل فيك الآيات دي؟ ألم ترى ودي شوفي شفت الصفحة البعدية الآية اللي قريتها قبل الصفحة البعدية طوالي فيها الآية دي. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أنا وأنت الآن شاكلنا كويس؟ الآن أنت مثلا قلت لي أنت متطرف وأنا شايفة أنه دي عبارة عن بيقولوها شنو هي؟ عنف لفظي. طبعا دي وهمات جديدة ذات دي بعتبرها من العنف اللفظي. شفت الناس اللي بيقولوا شنو؟ بيقولوا ناس حساسين ذاته كويس؟ مشيت فتحت فيك بلاغ كويس؟ هذه حلوها كيف؟ دي حلوها كيف؟ ولذلك يا أخوانا أنت مشيت فتحت فوقي بلاغ في المحكمة أو أنا فتحت فيك بلاغ في المحكمة بتاع داعش ده نحن الاثنين عنده كفار بنص القرآن اللي هو فهمه غلط وإن كان نص القرآن ما يدل على هذا الفهم. فهمت؟ فيبقى إنه لما أنت تقول لي أي زول يفهم اللي هو الدايره طيب ما ممكن الكوز يدقك بسيخة وإنت ما مفروض تتكلم لأنه ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يجي يدقك سيخة لما أنت تتكيف ما مالك تقول لك تقول لي هاي يا زول هذا جيني بسيخة ليه يقول لك في القرآن قاعد وفهمي صواب يحتمل الخطأ وفهم غيري خطأ يحتمل الصواب. يا أخي عليك الله دي والله دي ما فاهمة أنت يا أخي ما تنجروا ساي يا ناس. شوف أنت أي قاعدة من الليلة وإلى أن تقوم الساعة أي كلام بتاع بشر قالوا بشر فيه من التناقض وفيه من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. لكن تنزيل رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ده كلام ربنا كلام محكم ما بتقدر تجيب فيه لولوة. فهمت؟ وكلام ربنا ده ما يزول بيفهم براسه يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. عشان كمان برضو ما يجيني الصوفي ننادي غير الله. الدليل شنو؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال انظرونا دي معناها النظرة ده محمد المنتصر اللي زيرك. فهمت؟ وانظرونا دي معناها انتظرونا أجيف انتظرونا يعني. ربنا قال والكلام ده كلام منه كلام المنافقين ده كلام المؤمنين. وده بقوله يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يضرب بينهم بحاجز بينهم وبين المؤمنين فتظلم عليهم يظلم عليهم ذلك الموقف فيطلبوا من المؤمنين أن ينتظروهم حتى يأخذوا من نورهم وينجوا فيضرب الله بينهم هذا الحاجز. تجي تستدل لي بالآية دي على إنه تنادي غير الله؟ ولو نحن مشينا بالطريقة دي يا أخواننا يبقى فساد للدين وأي زول بيفهم الكتاب والسنة بيفهم. طيب تاني ما عارف قال شنو. طيب قال وضع غير المسلمين في الدولة المسلمة. لو داير راجع كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم بتلقى فيها يسميها لو شنو هي على دستور الدولة الإسلامية تلقاه في الحتة دي. كتاب برضو تاني ما دقيقة أصبر السياسة الشرعية للإمام الماوردي أدب الدنيا والدين. فهمت؟ عشان ما تقول لي أقرأ القانون وما قانون القانون بتاع شنو؟ تقال القانون ده ما نجر أسي أنا ممكن أنجر لك دستور
بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا لو كنتوا انتم بترضوا بها. احكام تعريفيه، الباب الاول احكام تعريفيه. الماده الاولى تعريف هذا الدستور. هذا الدستور يسمى دستور مثلا جمهوريه السودان الديمقراطيه مثلا، كويس. جمهوريه تعني كذا. السودان هو الرقعه التي هي من كوستي لغايه حلفه، ومن وين لوين، كويس. الماده الثانيه بما يحكم السودان، يحكم عند الجماعه ديل بالمواطنه وبالاعراف والتقاليد وبكده. الماده التي تليها كيف نختار الحاكم بالانتخابات ومعرفه الترشيح الحر، ما هي صفات الرئيس عندنا. انت قال القانون ده شنو؟ اقرأ القانون. ناس ما تنبهر يا ولدنا، عليك الله ما تنبهر بالمصطلحات يا اخي. حلو، مش انت عندك مصطلحات تمام؟ عليك الله حل لنا السودان، دارين ناكل حله بانبسغت بشجره فهمت، بمرقت بترول بطارت امرقوا علينا. الصادق المهدي ده ما قبالك قاعد ينجر. ان الوحده الوطنيه تحتاج الى وجود كيانات متكيفه مع الاطار الكيفي او التكيف الاطاري في كيفيه واضحه التكيف والسندكاليه. عمل شنو؟ هذا اللي بقى جماعته عشان يروجوا له، الا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الرسول جاء وقال الزول ده يعني اللي بيكون ضده. هسي انت ذاته ضد المهدي ولا ما ضده؟ انت ليه ما تكلمت في المهدي ذاته؟ قال المعي هو الرسول بيحبه، الما معي الرسول صلى الله عليه وسلم ضده. ها رايك شنو في الزول زي ده؟ يا اخواننا ده لعب ساكن. نحن ان شاء الله نقيف الى هذا الحد، وعندنا ان شاء الله فرص ثانيه. احنا دارين انك تقرا وتجيب لنا مصطلحات جديده، وان شاء الله يتواصل هذا المنبر الاربعاء الجاي. جزاكم الله خير والسلام. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.